الدرس الثاني التكنولوجيا وتطورها التاريخي. من المؤكد أن التكنولوجيا قد قطعت مرحلة كبيرة جدا من التطور. مرحلة تطور التكنولوجيا عبر الزمن هي مراحل مختلفة. مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن من عام 3000 قبل الميلاد إلى 1450 ميلادية، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. في خلال هذا العصر بدأت الشعوب بالتواصل بعضها مع بعض من خلال الصور والرسوم كما في الكتابات الهيروغليفية، ثم بواسطة الأحرف والأرقام في مرحلة لاحقة، صور ورسوم على ورق البردي. من عام 3000 إلى 1450 سجلت الشعوب من خلال تلك الكتابات الكثير من المعلومات على ورق البردي حول الاتفاقات المبرمة. تشكل هذه المستندات عصرا أساسيا لفهم التاريخ. نجد في الصورة كتابات هيروغليفية على ورق البردي. من عام 1450 إلى 1840 عصر الثورة الميكانيكية، لما كانت الشعوب في خلال هذه الفترة من تسجيل كم من وافر جدا من المعلومات، وقد شكل ذلك دافعا لإيجاد وسائل مبتكرة لتسجيل المزيد من المعلومات ومشاركتها. وهنا بدأت الثورة التكنولوجية، وشهدت تلك الفترة نشأة تكنولوجيا الطباعة التي أسهمت في تسهيل عملية طباعة الكتب. كذلك تميزت تلك الفترة ببدء استخدام آلة باسكالين، وهي النسخة الأولى من الآلة الحاسبة. من عام 1450 من 1840 ل 1940 عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية، ظهور الهاتف. شكلت تلك الفترة انطلاق مرحلة وسائل التواصل التي نعرفها اليوم. استخدمت الكهرباء للمرة الأولى في تلك الفترة. كذلك شهدت تلك الفترة اختراع جهاز الكمبيوتر الرقمي الأول، وقد بلغ ارتفاعه 8 أقدام وطوله 50 قدم وعرضه قدمين، في حين وصل وزنه إلى 50 طن. وهذه صورة من عام 1940 إلى الوقت الحاضر، عصر الثورة الإلكترونية. ومن شأن هذه الاختراعات مساعدتنا على تحديد مواقع الأشياء والتواصل، أو ما يعرف بعصر الثورة المعلوماتية. شهدت تلك الفترة ظهور اختراعات وإنجازات بسرعة مذهلة. ونذكر من بين الإنجازات الأساسية في تلك المرحلة اختراع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلى جانب الأقمار الصناعية ونظام تحديد ومن شأن هذه المخترعات مساعدتنا على تحديد مواقع الأشياء والتواصل مع الأشخاص حول العالم من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.